قال: فحدثت الحسن أي البصري فقال: الصدقة. ونصح. ماذا تستفيد من كلمة فصدق ونصح؟ شيء منهجي مهم. ماذا تستفيد من صدق ونصح؟ أن العلماء متكاملون، فبالتالي يكمل أحدهم الآخر، فلا بد من ثناء العالم على العالم، ومن ثناء طالب العلم على طالب العلم، حتى إذا تكلم سمع له، حتى إذا دعا نوصر. ورحم الله شيخنا علي الحلبي عندما كان يقول، قال: بعض السلفيين في البلد الفلانية يختلف عنا في هذه البلد. قلت له: ما الفرق؟ قال: هناك ينفخ بعضهم بعضا، أما نحن هنا فينفس أحدنا الآخر. يا أخي لا بدنا نفخ ولا تنفيس، بس اكفينا شرك واحد، ولا تنكر السنة. ولا حول ولا قوة